نبدأ بالموقف العملياتي. سنار، كل الناس شايفهم سنار، ما عارف سنار سنار سنار. حاصل فيها تدوين، تدوين من قبل الجنجة على سنار، على سنار ده الحاصل. عمليات أرضية كده الجنجة ما تحركوا، ولسه قيادة سنار مصرة على الخندقة وما قدرت تستغل الظروف اللي بمر بها الجنجة، انعدام الذخائر والقطس والوحل الآن اللي بيعانوا من الجنجة نازل القيادة بتاع سنار لحد الآن كما هي، كما هي موجودة. قلنا زول ده نحن بنقيس نجاحه باسترجاع جبل موية وباسترجاع الدندر. حبابك هدى السوكي كده نحن الزول ده بنقيس نجاحه، لكن لحد الآن، لحد الآن الزول ده قاعد ما في أي حاجة، ماليش بتدون وهو قاعد ما عارف منتظر شنو. الطيران جاي حول سنار اشتغل على خفيف، برضه جبل موية بيغادي هناك اشتغل. وفي حاجة في جبل موية انت عارف سبحان الله، يعني قال لك حتى الجنجة بيجي بيقولوا للناس الليلة الطيران جاي، الجنجة بيجي يقولوا للناس الليلة الطيران جاي، ناس المناقل شقالين بيعانوا ظروفهم صعبة، قد سانين وحلالين في حتات كبيرة وتحددت وتم رفعها من قبل الاستخبارات. الاستخبارات ما عندها حاجة أنا بعذرها، لكن السيطرة والتعاون، حتى الطيران ذاته ما داري يكثف شغله، ما داري يكثف شغله. جبل موية فيه شنو؟ جبل موية ده هسي بالكثير 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 3 يوم بيتحرروا. ده لو الجيش متكاسل، ده إذا داير يحرروا ومتكاسل بحرروا في 3 يوم. كل الإمكانيات موجودة وكل التسليح موجود والقوة قاعدة تقترب لحد ما تقرب تاني كما كنت ارجع مكانك جيت منه. الكلام ده الشيء الان الحاصل. طيب في الجزيرة في شغل والعمل الخاص شقالين، اصل المناقل دول شقالين ما شاء الله تبارك الله وماشين كويس، ماشين وشقالين وامورهم تمام. عندك بيغادم هناك بقية المحاور نايمة، حصاد ناس المناقل في اليوم ده 4 عربات قتالية و3 عربة ملاك نازل، ما جاغبين حق الناس، جاغبين حق الناس بتحاوموا بيهم، بالإضافة لعدد من الموادر، بالإضافة لاستلام 9 من الميليشيا، بالإضافة ده الحاصل اللي عندنا. المناقل شغالين شغلهم الله يسر البال. نجلي المصفى بينا برضو المسيرات شغالة كويس ما قصرت. عندك بحري عموما المدفعية شغالة والعمليات الأرضية شغالة والمسيرات شغالة وتدوين بدقة شغال كويس، والتدوين شغال. بحر دي على كنترول، عاملين على كنترول، دي حاجة نحن ما ننكرها. كل القوات الموجودة هنا الجيش على جهاز على غيره على غيره في بحر دي شايفين شغلهم مشغالين، فقط دايرين الشغل الأرضي، دايرين الشغل الأرضي فقط، دايرين الشغل الأرضي ده المطلوب. الشغل الأرضي، الشغل الأرضي ده وقته. جنوب الخرطوم والله ده وقته، بحري ده وقته، قرب درمان ده وقته، حتى الجزيرة ده وقته. دي فرصتنا الآن، دي فرصتنا. الجيش ده كان يتحرك ذاته، العساكر معناتهم بتكون في السماء، دي ذا تحرك. واحد تغني في التعليق بتاع الراكز ايهاب، اخر تعليق له ده تعليق فات فوق، واحد يتغني فوقه كويس. دي الفترة نحن بنتحرك فيها ممكن ننجز فيها. الجنجة ما عندهم حاجة، انا بقول لك هو الجنجة ما عندهم حاجة. خط في راسك دايما دايما، شفت هل بيخدموا اللي بيخدم الجنجة؟ توجيهات الانسحاب، عدم المباغتة في نقاط الضعف، دي اللي بتخدم الجنجة. لكن خلاف ذلك كويس ما في اي حاجة، ما عندهم اي حاجة. انا غايته يتضح لي جليا مما لا يدع مجالا للشك، اجمل مليشيا مرت على تاريخ العالم،
الجنجدل لا ناس ثبات ناس ولا عندهم اي هدف. اي معركه دخلوه مع الجيش، دخلوه مع الجهاز، دخلوه مع غيره، والله العظيم لولا القرارات المفاجئه بالانسحابات والله ما يتقدموا شبر، والله ما يحققوا اي انتصار. وعندك بدايه الحرب دي شوف الناس كانوا كم وعددهم كم والجيش كان كم وانطلقوا كيف، وكانوا هنا متكتكين ومخططين لحد ما مرق حمدي يطلس في الجماعه. سيطرنا على ما اعرف مطار شنو، سيطرنا على مطار شنو، حتى اخر طياره ضربناها ما اعرف انها تقع ولا ما تقع، وطلصوا في التقارير المضلله اللي رفعوها له، وفي النهايه صيج وقيادات لبدوا ما بيقوا رجال ما بيقوا يواجهوا. انا على يقين تام انه الجيش ما بتهزم، لكن احنا قلت لك عندنا قرارات بتصدر من قياده الجيش قرارات قاتله. الجيش بيغنم سراسر دي كميه بيغنمها، والناس اللي قاعدين زخاير والله العظيم في العديد من المناطق حددناها عارفينها كويس. اخر محاوله لادخال زخاير لسنجا وللدندر وفشلت، الطيران دقها قبل ما تتحرك، يا هو السبع عربات والشاحنه ومعاهم الدفار دي كلها كان شايله زخاير، دي الطيران جامبا كلها، الطيران الجديد ده ستفى. فنازل ما عندهم حاجه، نحن غيرنا نتحرك في الفتره دي، ما ده انسب وقت، ما دارنا نضيع على الاطلاق. يا اخوانا ناس تشير الله، ناس بحري تحيه لهم والله كالعاده، سيطره وقياده، معنويات تعانق السماء، ضباط على افراد والله منسجمين وامورهم تمام وشقالين، الجنجل في المصفى وحياه الله امورهم جايته، الدرب رايح لهم والله. انا لو كنت انا غايته ما اعرف، انا كنت بتكلم مع واحد من المصادر هناك ديل، ضابط من الضباط هناك ديل، قال لي والله دي انسب وقت والله، قال لي انا كان الان القرار بيدي، قال لي اقسم بالله العظيم هاجم المصفى ده، قال لي والله بكتيبه والله اسلمهم له، والله قال لي بكتيبه اسلمهم له، قال لي اخدعهم، شفت الناس ديل ادقهم مسيرات ادقهم مدفعيه الخمم طيران كده وحياه الله شنو، وادخلوا عادي والله. ده احد الضباط الموجودين هناك ومتابع متابع متابع ودقيق دقيق دقيق لما بيقعد، لكن الله غالب ما بيدهم، ودي الحاجة الكويسة في جيشنا ما بخالف ولا بركب راس، جيش منظم، جيش صابر، جيش منضبط زي الجيش السوداني ده ما في على الإطلاق ولا بيجي والله ولا بيجي، أقسم بالله العظيم العساكر ديل ما في معسكر كده بخالف ليه أقدم منه ساي، لا يمكن والله جندي يخالف لوك العريف، ولوك العريف يخالف لعريف، والعريف يخالف لرقيب، ولا رقيب يخالف لرقيب أول، ولا رقيب أول يخالف لمساعد، ولا مساعد يخالف لملازم، ولا ملازم يخالف لملازم أول، ولا ملازم أول يخالف لنقيب، ولا نقيب يخالف لرائد، ولا رائد يخالف لمقدم، ولا مقدم يخالف لعقيد، ولا عقيد يخالف لعميد، ولا عميد يخالف للواء، ولا لواء يخالف لفريق، وإلى فوق. احترام احترام فل، عارفين قضيتهم واحدة، لكن احنا بس زايرين شنو